مشروع المادة. هذا المشروع بتطلب إنكم تقدموا تقرير وتعملوا برزنتيشن. الأهداف لهذا المشروع develop the ability to formulate research problems، وهذا أخذناه ببداية الكورس، يعني كيف تصيغ research problem. بدك تمارس هذا الشيء و you should formulate a research problem. Develop skills to search for sources. بدك تبحث عن مراجع وتستخدم هذول المراجع. And engage sources to answer formulated research problems. Develop enhanced writing and presentation skills. مهاراتك بأنك تكتب وبأنك تعمل presentations بدك تحسنها. والبروسيجر الخطوات لهذا المشروع، بالبداية you need to select an active research problem in computer engineering. هنا لما نحكي عن computer engineering بنحكي عن الارياز المتعددة فيه، كانت computer architecture أو organization، computer networks أو machine learning. يعني تقريبا كل إشي بتدرسه بهذا البرنامج ممكن إن هو جزء من ممكن انه تدور على المواد اللي بتدرسها بهذا البرنامج ريسيرش بروبلمز متعلقات فيه. فاذا انت بدك تختار ريسيرش بروبلم، موضوع في ناس بالوقت الحاضر قاعدين بيشتغلوا عليه وبيستهويك، ويو نيد تو ديفاين ذا ريسيرش بروبلم. طبعا ريسيرش بروبلم في الها يعني درسناها، في عندك توبيك معين، في عندك مين كويستشن بتحاول انك تجاوبه، وفي عندك بنفيتس، في عندك نيد، ايش في واضح انه في موتيفيشن، في حاجه للاجابه على هذا السؤال، في مكسب من الاجابه على هذا السؤال. بدك to survey original and recent research papers متعلقة بالموضوع تاعك، و to develop a proposal report. يعني مش مطلوب منكم بهذا الكورس إنكم تحلوا المشكلة، تلاقوا الإجابات، لكن إذا تعرفتوا على السؤال ودرستوا الـ related work مطلوب انكم تقدموا بروبوزل بيشبه البروبوزل اللي بتقدموه لرساله الماجستير. تقولوا انكم بدكم تعملوا ريسيرش حتى تحلوا هاي الريسيرش بروبلم، ويعني بدك تقدم تقرير، وبعدين يو نيد تو بريزنت يور بروبوزل باستخدام سلايدات و presentation، مثلا PowerPoint presentation. في 30 علامة على هذا المشروع، وراح أوزعهم 30 علامة على التقرير و30 علامة على الـ presentation، 15 على الـ report و15 على الـ presentation. التوقيتات، يعني الميدترم عندنا يوم السبت، بعد يوم السبت يعني يفضل بالمحاضرة التالية اللي هي أسبوع من هسه يوم الثلاثاء القادم، بتقدم submit definition of the selected research problem. definition، وراح أحكي لكم بعد شوية عن ال definition، بسيط جدا، صفحة قصيرة. بعدين بالأسبوع الأخير you need to submit research proposal report and present your proposal. يعني آخر محاضرة هذا الفصل بنستغلها حتى تعملوا presentations إلى your proposals. Research problem definition، هذا اللي مطلوب إنكم تفضلي رحمة. دكتور يعطيك العافية، كنت بدي أسأل هلا عشان نحط ال research problem الـ question. نعم. لازم عارفين كل الـ related work السابقات
يعني مثلا لوين وصل العلم بهاي النقطة اللي احنا بدنا فيها، راح نلحق يعني نشوف كل الهستوري اللي له وبالضبط وين، ولا راح يكون صعب علينا؟ يعني مثلا انا بدي احكي بدي اطور اشي معين بالماشين ليرنينج يطور الاكيرسي بدقة اعلى، وممكن اكون انا مثلا مش منتبه على بحث معين ومطلعها هو. ماشي، هلا يعني انا يعني طبعا هذا البروبوزل لحاله قيمته 3 ساعات، تحضير البروبوزل لرسالة الماجستير قيمته 3 ساعات، قد الجهد اللي بنحط عليه قد اللي بنحط على مادة كاملة. لكن المطلوب منكم إشي منه، أوكي؟ يعني في موضوع بستهويكي، لاحظتي إنه في active research عليه، وبتحاولي إنك تطلعي تلاقي لك some original papers عن هذا الموضوع والrecent research اللي صار عليه. ما بتوقع إنك تعملي لهم survey وتلخصيهم بتفصيل كبير وتلخصي عشرات الأبحاث، لكن بتوقع عدد قليل من الأبحاث تطلعي عليها وتحاولي إنك تلخصيها. والتلخيص بالعادة بيكون يعني بفقرة للبحث الواحد، وبعد شوي راح أعطيك تفاصيل أكثر قديش حجم التقرير وقديش البروبلم ديفينيشن كم صفحة. دكتور أنا أظن مثلاً هلأ التقارير اللي راح أقرأهم بجوز يكون في تقارير تانية جديدة ووصل العلم للإشي اللي أنا بدي أوصل فيه في العالية. ماشي، هلأ أنت عندك مكتبة المكتبة الإلكترونية للجامعة الأردنية وعندك جوجل سكولر، بتعمل لي some research والبست hits اللي بتلاقيهم، البست research papers اللي بتلاقيهم هم اللي بتركز عليهم وبتحاول إنك تلخصيهم بالproposal تبعك. حكينا عن العلامات وحكينا إنه الأسبوع الجاي بدك تقدم ال definition، وال definition هذا الـ Research Problem Definition هو بسيط وتعلمته من قبل، One Paper Document، بدك تلاقي لك عنوان معبر، عنوان بعكس الـ Area وبعكس التكنولوجيا اللي بتحاول إنك تستخدمها وبعكس المشكلة اللي بتحاول إنك تحلها، اسمك طبعاً والـ Research Topic والـ Main Question والـ Significance حسب ما درسنا ببداية الكورس. يعني هذا مثال التوبيك: I'm studying applying deep learning and transfer learning to Arabic poetry because I want to find how to automatically diacritize research, how to diacritize poetry accurately with significance in order to help my reader enjoy reading and chanting poems. الإشي مثل هذا النوع، هذا كله هذا المطلوب إنك تقدمه الأسبوع الجاي. إنك تكتب هذا الحكي عملية بسيطة، بس إنك تلاقي research topic بيستهويك هي العملية اللي ممكن تكون صعبة شوي. ويعني بتمنى لكم التوفيق إنكم تلاقوها. في already يعني في already منكم بلشوا يفكروا بالثيسز وفي عندهم اهتمامات معينة، ممكن إنه تستخدموا الأمور اللي بتفكروا فيها حاليا حتى تعملوا هذا problem definition. بعد هيك يعني بآخر محاضرة قبل آخر محاضرة بدك تقدم للريبورت، وهذا الريبورت قصير يعني من 4 إلى 8 صفحات، بينما الثيسز بروبوزلز اللي بتقدم بالعادة بتكون فوق 10 صفحات وممكن إنها توصل 20 و30 صفحة.
بس يعني مثل ما قلت لكم إشي منه المطلوب. ريم؟ نعم أستاذ. الريسيرش بروبوزل تبعك من ذكري كم صفحة؟ 28 صفحة. 28 صفحة. طبعا راحت بالتفاصيل وبجوز عندها 8 صفحات على الريليتد ويرك وإلى آخره. مش مطلوب بهذا التفصيل، مطلوب إنك تكتب بشكل كويس، مطلوب إنك توضح شوفوا الأجزاء تاعته. طبعا الستايل هو الستايل تبع اللي فرجيتكم إياه، الـ APA والستايل بالنسبة للreference citation، والستايل هو حسب مواصفات كتابة الرسائل الجامعية تبع الجامعة الدينية. المحتويات يعني أكيد بدنا التايتل اللي كنت مختاره من قبل واسمك، بعدين بتحكي عن الريسيرش بروبلم ويعني إيش الموضوع وإيش الكويستشن اللي والقضية اللي بتحاول إنك تحلها، وبعدين بكون في عندك سكشن حتتحكي عن الامبورتنس يعني إيجاد حلول جيدة للموضوع اللي أنت بتحكي فيه، إيش فائدته، شو بفي شو بفي مين بيستفيد منه وكيف بيستفيد منه. الريسيرش اوبجكتيفز يعني بالاغلب هي ايش الامور اللي بتحاول تجاوب عليها، وممكن يكون طبعا في عندك سؤال رئيسي بتجيبه من الفقره الثانيه بالديفينيشن، وفي ممكن يكون في أسئلة فرعية متعلقة بالسؤال الرئيسي اللي عندك. فبكون الأوبجكتيف تبعك هو الإجابة على مجموعة من الأسئلة منها السؤال الرئيسي اللي أنت حطيته بالproblem definition. Research questions and assumptions يعني ممكن يكون هذا موجود أو ممكن ما يكون موجود، إذا احتجته ممكن انك تحطه، لانه اصلا يعني ممكن يكون في تكرار يعني ايش الريسيرش كويستشنز، ما هو الاوبجكتيفز بالعاده بتكون الاجابه على الاسئله الموجوده عندك. هلا البريفيوس ورك بدك تحاول انك تستعرض بريفيوس ريليتد ورك، بعدين تتخيل ميثودولوجي، خطوات بتحتاج انك تمشي فيهم حتى تجاوب على هذول الاسئله، لانه هذا بروبوزل مش حل. يعني انت ما بتقول انا بدي هذا هاي الحل، لا انت بتقول في هاي الريسيرش بروبلم وبدي اشتغل عليها، وحتى احلها بدي امشي بالميثودولوجي الفلانيه، مثلا ادرس اكثر، اعمل ايفالويشن للحلول السابقه، اجمع داتا، أكتب برامج، أختبر algorithms، أطلع results، أحللها وهكذا. وآخر إشي طبعاً بكون في عندك قائمة المراجع يلي بتكون عملت لها citation من عملت لها citation من السكشنز السابقات. هاي هي. راح ما رفعت ايدك مره ثانيه ولا نفس الشيء؟ دكتور، في المره فرجتني اياه الفورم اللي هو اسمه مشروع خطه، هو فيه هذول المواصفات، هذا دكتور اللي بدنا نعبيه صح؟ مش تبع صحيح. بس شغله ثانيه يعني النموذج تبع مشروع خطه رساله جامعيه، هذا النموذج ما بيشرح لك عن الستايل مشروح بوثيقة ثانية موجودة، يعني هذا URL. وراح أحط لكم already موجود، هذا already موجود على صفحة يعني هون المواصفات بقول لك والله استخدم A4، استخدم Times Roman font، استخدم حجم 12 وهكذا، يعني هاي الأمور يعني إذا أنت عملتها هسا وصرت تستخدمها بتريح حالك لقدام شوي لما تبلش بدك تعمل البروبوزل للرسالة الماجستير ورسالة الماجستير نفسها. دكتور، الفورم تبع مشروع خطة فيه مكتوب نخليه
حنكتب بالانجليزي صح؟ هلا هاي الصفحة الأولى ما في داعي يعني أوكي. الصفحة الأولى تاعت مشروع خطة ما بتحتاجيها، لأنه نحن ما بدك تقدمي بروبوزل رسمي، أنت بدك تقدمي بروبوزل للمادة. فأنا يعني هذا ضرب عندي، خلينا نلفه وأرد أشغله مرة ثانية. واضح يا بشرة؟ دكتور نعم، بس اللي بدي أمشي عليه هو نفسه مشروع خطة، بس أول صفحة قلت لي ما نعبيها. ما بدك تعبيها، وأصلاً يعني أقسامها هاي هم موجودين هون، يعني أنا جبت هذول الأقسام من طبعاً هم موجودات بالنموذج باللغة العربية، وأنا ترجمتهم للغة الإنجليزية، اللي هي مشكلة الدراسة أو مشكلة الدراسة، أهمية الدراسة، أهداف الدراسة، هذول ترجمتهم من النموذج. تمام. أوكي. الآن في عنا بدك تقدم التقرير، هذا التقرير بدك تقدمه قبل آخر محاضرة، لأنه بآخر محاضرة راح تعملوا presentations، يعني بآخر يوم في الواقع هم من 3 ساعات راح تعملوا presentations، وحضروا PowerPoint slides يعني around 10 slides. يعني هذول 10 slides بدكم تلخصوا فيهم الأمور السابقة، يعني أول slide بدها تكون عنوان البحث واسم الطالب، بعديها سلايد أو ثنتين للريسيرش بروبلم، الامبورتانس وان سلايد، الأوبجكتيفز وان سلايد، البريفيوس ورك مثلا 2 أو 3 سلايدز، الميثودولوجي وان سلايد، الريفرنسز ما في داعي، مهمة يعني إذا في وان ريفرنس هيك أو 2 ريفرنسز مهمات جدا وبتشوف إنه ضروري إنك تعرضهم علينا، ممكن تحطهم بالبرزنتيشن تاعتك. يعني بدك تحسب حسابك بعشر دقائق تقدم البروبوزل وتحاول انك تكون واضح ويوسفل. يعني من الامور يلي بتامل انكم تمشوا عليها هي الاسلوب يلي يعني السلايدات، شوفوا حاولوا انكم تقلدوا الستايل يلي انا مستخدمه، يعني هو مش يعني في الستايل هذا الستايل يلي انا مستخدمه، هذا ستايل اسود على ابيض مش معجوق، بلجأ لنفس الطريقه فور امفاسيس، يعني انا بحب تو امفاسايز بالبولد والاحمر. انت ممكن بتحب تعمل امفاسيس بطريقه ثانيه، ما عندي مشكله، بس ما تعجق ما تعجل، خلي خلال هذا الكورس انتم شفتوا في سلايدات كثير عرضتهم خاصه بالنص الاول من الكورس، هذول كلياتهم انا ساويتهم، ومثل ما بتلاحظوا ما في تعجيق، اسود على ابيض، وضوح، ما في شغلات ما في داعي لها. تفضل يا هديل. يعطيك العافية دكتور. يعني هلأ أنا اللي فهمته أنه راح يكون الأسبوع الجاي definition، بعدين البروبوزل، بعدين presentation للبروبوزل، يعني على مدى 3 أسابيع. لا لا لا، يعني الأسبوع الجاي بتقدمي definition. yes. الأسبوع الجاي بتقدمي definition مشان أقول لك أوكي ولا مش أوكي، هذا ما عليك. هلأ قبل آخر محاضرة، خليني أشوف لكم متى آخر محاضرة. أوكي، هلأ آخر يوم محاضرات هو 4 الشهر، فآخر محاضرة رح تكون عنا ب29/12. تمام. ب29/12
29/12 قبل المحاضرة مفروض تبعثي التقرير. هذا التقرير أنا بطلع عليه وعليه علامة بشكل منفصل. بمحاضرة 29/12 بدك تكوني محضرة PowerPoint Presentation، بعطيكي من كمبيوترك، بعطيكي يعني كلياتنا بنكون موجودين مع بعض مثل هسه، بخليكي بريزنتر. يس تشير ماي زي ما عملنا دكتور بالماشين ليرنينج. اكزاكتلي يس تمام. بعطيكي بعطيكي كذا وبتعرضي خلال 10 بالكثير 15 دقيقة البروبوزال تبعك. تمام شكرا دكتور. عفوا يا هلا بك. ما فيش أسئلة ثانية. كمان منال موجودة، الكل موجود. بالنسبة للامتحان يعني نحن عندنا محاضرة 3 ساعات يوم السبت، ويعني أنا ما عندي مشكلة بالموعد. إذا الساعة 4 بتكون الامتحان يوم السبت الساعة 4 أوكي، ناخذ الامتحان بعدين ناخذ محاضرة، ولا ناخذ محاضرة بعدين امتحان، يلي بيريحكم. بدكم أبكر شوي بدكم أخر شوي، كله بيمشي معي. مع أني بفضل أنه أبكر، يعني بفضل نخلص من المحاضرة بكير، يعني بلاش نبلش 4. إذا بلشنا أبكر بكون ملائم بالنسبة لي أكثر. بس هذا لكم دكتور. زي ما كنت تعمل معنا لما كانت المحاضرات بالجامعة، كنا نأخذ الأول المحاضرة بعدين الامتحان، لا يعني بموعد المحاضرة نفسه خلال 3 ساعات. أوكي، ما هو هذا اللي راح نسويه. يعني نحن بموعد المحاضرة بالنص الأولاني مثلاً في امتحان، وبالنص الثاني في محاضرة. أها. بس نبلش الساعة 4 ولا الساعة 2؟ لا ما بعرف. أحسن لو أبكر أحسن، يعني بيكون أبكر أحسن. أكيد. أوكي، لو بدنا نبلش الساعة 2 يعني من 2 للـ5، هل هذا الوقت ملائم لكم كلكم؟ ممتاز دكتور. طب بالله ارفعوا ايديكم حتى اتاكد انه الكل موافق على انه يكون الامتحان الساعة 2 يوم السبت. دكتور بس انا عندي طفل، فعلى الساعة 2 صعب شوي، على 4 ممكن. يعني اول شيء اعطي المحاضرة وبعدين بلش بالامتحان. مين اللي بحكي؟ راح مين اللي حكى هسه قبل شوي؟ أنا الفنتيل. مين اللي قال بده نعمل محاضرة بعدين امتحان؟ أنا أسيل. ما بعرف إذا الصوت واضح. لا واضح. طب معناته يعني مش فاهم يا أسيل، يعني أنت بدك يعني تقدر تكون موجود الساعة 2 ولا لا؟ إيش؟ بصراحة لا، ما تقدر تكون الساعة 2. طيب معناته منضلنا على الساعة 4. الساعة 4 بكون الامتحان، والساعة 5:30 بتكون محاضرة. أوكي، في إشي ثاني قبل ما ننتقل للموضوع؟ تفضلي يا أبرار. وريم. يعطيك العافية. هلا يا أبرار، يا ميت مرحبا. دكتور أنت أعتذر، الأسبوعين الماضيين ما حضرت، يعني ما قدرت أحضر، فبدي أعتذر منك دكتور. بسيطة، الله يسعدك ويحفظك. يعني طبعا حضورك بسعدنا، وغيابك يعني أنت حرة، يعني أنت يعني جاي تحضر المادة مستمعة عكيفك. تحضري أهلا وسهلا، ما قدرت تحضري الله يقويكي إن شاء الله دكتور. أنا هي دكتور المحاضرات بالنسبة لي كتير مهمة، فأنا لازم أحضر تسجيلات يعني إن شاء الله. الله يسعدك ويعطيك العافية. ريم بدك شيء ولا خلاص؟ دكتور إذا سمحت، حضرتك بس طرحت موضوع البريزنتيشن، أنا
بدي أسأل بخصوص البرزنتيشن للبروبوزل لإلنا اللي إحنا بدنا نناقش. كنت حابة أسأل عن الريليتد وورك state of the art solution. لما بدي أشرحه دكتور أشرحه بطريقة مفصلة شوي أو بالمختصر يعني أعطيه عشان يكفي الوقت؟ لا بالمختصر، لأنه برضو بدك يعني ممكن أعطوك ربع ساعة بالكثير. يعني البرزنتيشن تاعت القسم الرسمية للثيسيس بروبوزلز طولها تقريبا قد البرزنتيشن اللي بطلبها منكم هون، فبدك تكوني تو ذا بوينت والتفاصيل موجوده على الورق بالتقرير الرسمي اللي بتقدميه للقسم، بس انت بدك يعني تكوني واضحه والله هذا الموضوع، هاي البروبلم، هاي الشيء اللي بحاول اجاوب عليه، هاي اهميته، هاي الطريقه الناس وصلوا لهون، وأنا بدي أكمل أكثر من هيك، والبيثودولوجي تاعتي 1 2 3 4. تمام. آية هديل. تمام. هلا دكتور بس آخر سؤال، الامتحان راح يكون على مايكروسوفت تيم؟ أوكي. هلا هذا ما فكرتش فيه. لا بال انتوا بتعرفوا منصه ال ام اس الليرنينج الليرنينج؟ ايوه يس. اها كلكم قدمتوا عليها امتحانات؟ انا ما قدمت عليها بس بسمع انه في عليها امتحانات. راح احط لكم الرابط تاع المنصه على على التيمز. اوكي تمام. يعني حاولوا انكم تدخلوا عليها قبل بوقت حتى تتاكدوا انه بتقدروا تعملوا لوجن وهالحكي هذا. طب دكتور لو تعمل لنا مثل ما عملت لنا بالماشين ليرنينج انه تيست نشوف انه بنقدر ندخل ونعمل سبميت والطريقه عشان ما ننعجق وقت الامتحان. بحاول. اوكي ان شاء الله. شكرا. يا هلا وسهلا. يعني ممكن يكون تيست بسيط جدا، يعني انه والله اكتب اسم الطبخه اللي بتحبها او شيء زي هيك. بالضبط دكتور نفس المبدا. يعني انه نعرف ندخل ونعمل سبمت للامتحان وكذا، انه يعني ما ننعجق وقت الامتحان وما نعرف نتعامل معه. أوكي. كاول مره دكتور. بس ممكن سؤال دكتور؟ تفضلي دكتور. بس بدي اسالك الامتحان دوائر one way يعني هيك؟ لا هسه أنا قدمت بالأغلب distributed، فصراحة الone way كتير زنخ يعني، لأنه بدي أحاول مثلا لو بدي أرجع السؤال أنا شوي يعني متشككة أو هيك صعب مخلص بتروح عليك. أوكي لا يعني راح يكون امتحان short answers. أوكي دكتور تفضلي. في ممكن نشوف أسئلة تكون حاطها مثلا على الموقع تبعك لأنك درست المادة قبل اللي هي المنهجية؟ والله يعني هذا الجزء الأول من المادة. هلا المنهجي يعني أنتم شايفين الديسكتوب تبعي، يعني هاي المادة بتتدرس لأول مرة بالقسم، فالجزء الأول يلي الجزء الأول من المادة لم يدرس بالسابق وأنا ما درسته بالسابق، فبدي ألاقي له أسئلة جديدة. لو شفنا Computer Performance Evaluation آخر مرة درست يلي هي أقرب مادة ل الميثودولوجي اللي باستخدام المرجع الثاني، درست قبل سنتين وميدتيرم اكزام. يعني هذا ميدتيرم اكزام مثال على أسئلة ممكن انها تيجي على الجزء الثاني من المادة، بس الجزء الأول ما في عندي عليه أمثلة، ويعني بالأغلب راح أجيب أسئلة على هذا النسق.
أسئلة الإجابة عليها تكون قصيرة، وبحيث يعني ويكون في عدد كويس من الأسئلة حتى إذا في سؤال ما عرفته ما تنضر كثير. أوكي دكتور، يعني هاي الأسئلة المفروض نعرف نحلها إحنا؟ هلأ إذا غطيتوها مفروض إنكم إذا غطيتها أنا مفروض إنه تعرف، يعني مش بالضرورة كل الأسئلة الموجودة هون أكون غطيتها، لأنه تحت بجوز خلينا نشوف على إيش الأسئلة تحت. Among the four options of simulation simulation languages، يعني هذا لسه ما غطيته، هذا مش رح تعرف تجاوبي. An engineer instrumented a server، حكينا عن instrumentation وبالتالي هذا بتخيل تقدري انك تجاوبي. هذا ratio games راح نغطيه اليوم. دكتور محاضرتي اليوم داخله؟ نعم. طب هيك الدكتور صارت المادة زخمة، في مجال بس محاضرة اليوم إنه ما تدخلها؟ بحاول إنه يعني أجيب لكم أسئلة سهلة إن شاء الله. دكتور، عادي الديفينيشن تبع المشروع البروجكت عادي إنه ما يكون الأسبوع الجاي، عادي اللي بعده؟ قلت لأني أنا عندي امتحان الاثنين، لأنه عن جد والله ما رح ألحق. ماشي ماشي، ما في مشكلة، يعني هذا الموضوع فليكسبل، المهم بالنهايه يعني الديفينيشن اللي بتعطيني اياه، يعني ما بدي اختار اي موضوع فيدباك، بس بالنهايه كل ما اجلت الموضوع وخليتيه لاخر لحظه، لا يعني ان احنا قلنا 28 اخر محاضره صح ولا لا؟ 28 ما ضلش 28، يعني 20 يوم، 3 اسابيع. كل ما اجلتي هذا الموضوع بكون اصعب عليك انك تعملي بروبوزل مثل العالم والناس وبرزنتيشن مثل العالم والناس وتاخذي علامه كويسه. الله خير. هلا دكتور، احنا كمشروع لماده يعني مش مطلوب منا نطلع بفكره جديده صح؟ لا 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 طبعا، لا ابدا، يعني بس قريب من السيرفي راح يكون صحيح. يعني انت ما بدك تجاوبي بقدر ما انك بدك gathering information، يعني والله هاي المشكله وهاي مشكله كويسه وحلها مفيد وفي ناس اشتغلوا عليها وأنا بدي أحاول أشتغل عليها، وإذا بدي أشتغل عليها بدي أشتغل بالخطوات التالية. تمام دكتور. بس معلش الأسئلة اللي حطيتهم قبل شوي إنك تنزلهم على الموقع، لأني والله عن جد مش عارفة أدرسهم. نازلين تمام، يعطيك العافية. هم نازلين على الموقع هذول، والله ما شفتهم. أنا سكرت الموقع نهائياً. أوكي يعني على موقع المادة، على موقعي من courses all courses ب 2018 computer performance evaluation صيف 2018 في 2018. بين عندك ولا لا؟ ألو؟ دكتور شفته. أوكي. موضوعنا الثاني اليوم يلي هو الريشيو جيمز. ريشيو جيمز يعني طرق للخداع باستخدام الريشوز، والريشوز يعني انت يعني ممكن بانك اذا كان في عندك الريشيو هو تقسم رقم على رقم، فراح نشوف انه في العاب في طرق للخداع بتصير لما الواحد ما لعطي الأرقام كما هي، لعطيها كريشوز، وهذا الموضوع مهم إنك تفهمه حتى إنك تتفاداه أو ما ينضحك عليك. يعني إذا واحد عمل ريشيو جيم
ما يضحك عليك بالريشيو جيمز تاعونه، وبنفس الوقت لجوءك لريشيو جيم غير مقبولة رد عليك بآثار سلبية. يعني لا تحاول تضحك على الناس بريشيو جيمز معروفة، ممكن تضحك على ناس عامة بالريشيو جيمز، بس الخبراء ما بتضحك عليهم بالريشيو جيمز وراح يكتشفوها ويزعلوا منك. راح ناخذ بالبداية examples على الريشيو جيمز، بعدين الطرق الريشيو جيمز باستخدام، في عنا طرق رئيسية ثلاث، يلي هي استخدام ريشيو مترك جديد، أو بالريلاتيف بيرفورمانس، أو باستخدام البرسنتجز. يعني والبرسنتجز مهمة أصلاً ريشيوز. بعدين منختم بأن ناخد ريشيو جيمز غايدلاينز، غايدلاينز عن وين الريشيو جيمز بتنفع وين ما بتنفع، وين بتحسن وين ما بتحسن. راح نبلش بكيسز ستادي ل تو مايكرو بروسيسورز قدام. هذول تو مايكرو بروسيسورز هو من موتورولا ال 6502 ومن انتل 8080. يعني هذول اولد سمبل مايكرو بروسيسورز كانوا موجودين من قبل. نحن نطلع على الفكره بالريشيو جيم. في عندنا تو ماتريكس، في عندنا تو بنش ماركس، واحد اسمه بلوك واحد اسمه سيف، وفحصنا على التو سيستمز اللي هم البروسيسور المايكرو بروسيسور الاولاني والثاني من انتل. الان قاسوا الاكسكيوشن تايم، وكان الاكسكيوشن تايمز مختلفات، وهون اقل من هون وهون اكبر من هون بالعامد. يعني بالعامد يعني تو بنش ماركس مره على موتورولا اصغر وبالتالي افضل من انتل، ومره العكس. طبعا ممكن الواحد يلخص الرقمين بانه لو اخذ الصم تبعهم والافريج، ولاخذ كمان لانتل المجموع والافريج. اذا كانت هاي الارقام تايم، مين احسن يا نور؟ مين احسن؟ سمعتيني يا نور؟ سامعينك دكتور. هلا اذا احنا بنحكي عن اكسكيوشن تايم لكل واحد، اللي اقل راح يكون احسن فيهم، فانا بدي اشوف الافريج مثلا، او باخذ السم تبع التايمز واشوف مين اقل منهم راح يكون. مين احسن هون؟ بتخيل الانت اللي راح يكون احسن، الاي تي اي، لانه زمنه اقل. اذا هذول الارقام هم زمن، معناته انتل احسن لانه الافريج تايم هو اقل. طبعا هاي المعلومه لو عرفوها جماعه موتورولا راح يتضايقوا ويقولوا نحن يعني وضعنا سيء بالمقارنه مع انتل، واذا عرفوها انتل راح ينبسطوا ويتبجحوا ويقولوا نحن الافريج بيرفورمانس تاعنا افضل من موتورولا. الريشيو اوف توتالز، لو اخذت الريشيو اوف توتالز، لو اخذت الريشيو اوف توتالز، يعني لو اخذت 104 تقسيم 99.58 لو اخذت الريشيو اوف توتالز
بيطلع الجواب عنده طبعا بتضرب بمية بالمية وبتطرح واحد، يعني الفكرة انه بتاخذ A على B وبتطرح منهم واحد صحيح وبتضرب بمية بالمية. A هو الكبير موتورولا تقسيم B الصغير اللي هو انتل، بتطرح واحد وبتضرب بمية بالمية، بيطلع انه موتورولا أسوأ وموتورولا تيكس 4.7 more time than الـ 80/80. اوكي، هاي النتائج بهذا الشكل ratio of totals. وبالعادة الناس بتطلعوا على هذا الشيء، بتطلعوا على التوتال تايم او بتطلعوا على الافريج تايم. طبعا لو قسمت، يعني لو قسمت ال 52 تقسيم تقريبا 50 راح يطلع معك نفس النتيجه. يعني لو اخذت الريشيو اوف ذا افريج ولا الاي ريشيو اوف ذا سم راح يطلع معك نفس النتيجه، وراح يطلع معك انه انتل افضل من موتورولا. طبعا موتورولا مش راح يعجبهم هذا الحكي وراح يحاولوا يعملوا إشي حتى يحسنوا وضعهم. تفضلي. هلا سؤال عن هلا احنا لما حطينا الريشيو الكبير على الصغير، احنا يعني القيمه اللي راح تطلع كيف عرفنا انه هو أسوأ 6502؟ يعني ليه عرفت القيمه؟ لانه التايم، التايم هو متريك lower is better. فلما نحط يعني اذا بتحطي performance لA على performance لB، اذا كان البسط اكبر من المقام معناته A افضل من B. لكن لما تحطي تايم لـ A على تايم تبع B، وإذا طلع البسط أكبر من المقام، بهاي الحالة بكون A أسوأ. يس، تمام. فأنت بيعتمد على المتريك تبعك، التايم lower is better، البرفورمانس higher is better. فكلمة worse ولا better بتعتمد على المتريك نفسه اللي احنا قاعدين نستخدمه. مثل ما قلت لكم، يعني موتورولا مش راح يعجبهم هذا الكلام، وممكن يلجأوا ل انهم ياخذوا ال 6502 as the base، يعني يعملوا بهذا الكلام، يعني يقولوا relative to our time، بقسموا الوقت تبع انتل على نفس عليهم، يعني بقسموا على وقتهم. فهم لما يقسموا على 41 بيطلع واحد، لما يقسموا على رقمهم على 63 بيطلع واحد، بس لما يقسموا رقم انتل على رقمهم بيطلع هاي الارقام، بيطلع 125% للبنشمارك الأولاني و76% للبنشمارك الثاني. هلا طبعا هم لأنهم هم البيس، الأفريج بيرفورمانس تبعهم واحد، لكن شوفوا شو اللي صار لما تجمع هذول الرقمين مع بعض، بيطلع عندك تقريبا 2.1%، لما تقسم على 2 بيطلع عندك 1.1%. الصورة تحسنت، الصورة تحسنت، يعني صار الأفريج تايم تبعهم، الأفريج تايم تبعهم أو الريليتيف أفريج تايم تبعهم واحد، والريليتيف أفريج تايم تبع إنتل 1.1%. فبيقدروا يقولوا انه الـ 8080 slower
باي 1%. الواحد بالمئة جت من هون. شايفين انقلبة الآية. بهاي السلايد كان موتورولا أسوأ ب 4.7، والآن موتورولا أو إنتل أسوأ أو أبطأ ب 1%. لما ناخد الـ 8080 as the base منقسم على الأوقات تاعته، فهو بصير واحد والأفرج تبعه واحد، لكن هون الـ relative performance 8/10 وهون الـ relative performance أو الـ relative time هو 1.31%، مجموعهم 2.11% والأفرج 1.6. إيش اللي صار هون؟ صار إنه الـ 6502 صار slower by 6%، يعني صار أسوأ من الرو داتا. فإيش النتيجة اللي من هذول التو سلايدز؟ النتيجة من هذول التو سلايدز إنه إذا أخذت الداتا مثل ما هي بتطلع بنتيجة معينة، ولكن ممكن تتلاعب فيها بأنك تلسأ بدل ما تأخذ الأبسوليوت تايم تلجأ للريليتيف تايم، يا أنه تأخذ البيس 6502 أو تأخذ البيس 8080. و الـ ratio of totals من السلايد السابقة كان الـ 6502 أسوأ بـ 4.7، لكن لما أخذنا 6502 صار أفضل بـ 1%. وإذا أخذنا الـ 8080 as a base بيبين أنه الـ 6502 أسوأ وأبطأ ب 6%. فهذا إيش بعكس؟ بعكس إنه يعني ممكن نعمل ratio games. ممكن بعض المسائل إذا أخذت الأرقام الأصلية بطلع لنا حقيقة معينة، إذا تلاعبنا بالأرقام ولجأنا للrelative performance اللي هو ratio time على time، ممكن نقلب هون قلبنا الصورة، أو هون خلينا الوضع بيعتمد مين أنت. إذا بتكون إنتل معناته خليت الإنتل أفضل من الرو داتا. أوكي دكتور، يعني إن أخذ على حسب السلايد الأولى لازم أحسبهم كانت انت افضل، صح؟ هلا شو الهدف من هذول التو سلايدز؟ الهدف من هذول التو سلايدز اني اقول انه باستخدام الرو نمبرز اللي هم الاكسكيوشن تايمز ممكن تتوصل الى نتيجه معينه، لكن هاي النتيجه ممكن انك تعكسيها اذا لجأتي للريليتيف بيرفورمانس او ريشوز، اخذتي الـ ratio of time والبيس كان الـ times تعوين 6502، وهذا الحكي بنعكس بالاتجاه الآخر إذا غيرتي البيس، بدل ما يكون البيس هو زمن الـ 6502 خليتي الـ 8080 زمن الـ 8080. فهذا فقط motivation حتى نقول لكم إنه الـ ratio games هي ألعاب ممكن عن طريقها الواحد يعكس الحقائق أو يخلي الحقائق أقوى من أو يخلي الأمور تظهر أقوى من الحقيقة الأصلية، مثل حالة ثلاث. أوكي خلينا يعني هون وقت ملائم إن نأخذ استراحة. خلينا نأخذ استراحة 10 دقائق والساعة
مرحبا. بعد ما شفنا مثال على الراتيو جيمز باستخدام الاكسكيوشن تايمز والراتيو اوف اكسكيوشن تايمز، راح نشوف مثال ثاني، وهذا المثال مقارنه ريسك بروسيسر مع سيسك بروسيسر. الان هم مش واحد، اكثر من واحد. في عندنا هون ريسك بروسيسر، وفي عندنا other processors، منهم الVAX والPDB 11، كلهم هذول Cisc processors. تم تجربتهم باستخدام multiple benchmarks 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، ففي هون عندنا 11 benchmark. هذول ال 11 benchmark انقاسوا عدد الانستركشنز، عدد الانستركشنز للبنشمارك الواحد. فيعني مثلا هذا، خلينا نطلع على هذا البنشمارك. هذا البنشمارك احتاج اكثر من 17000 انستركشن على الريسك بروسيسر، بينما السيسك بروسيسرز مثل البي دي بي 11 نحتاج عدد اقل من الانستركشنز حتى ننفذ نفس البرنامج. الآن ممكن الواحد لاخذ مجموعهم وممكن لاخذ الأفريج. فإذا جينا اطلعنا على الأفريجز منلاقي أنه يعني هون بحدود 2300، هون 2100، هون 1400، هون 1300، هون 1200. ف on average بنقدر نتوصل لنتائج انه on average الريسك هو ابطأ واحد، او بيعطينا اكبر كود، وهذا بيعطينا اصغر كود، يعني لانه ال 1300 تقريبا هي اصغر رقم، اصغر average، وال 2360 هي اكبر رقم. أوكي. الآن هاي الأرقام. الconclusion إذن الريسك 1 has the largest code size، والsecond processor requires 9% less than risk 1. يعني هذا هو السكند بروسيسور بال لارجست كود سايز. اذا كان بهمك الكود سايز، معناته أسوأ واحد هو الريسك 1، وثاني أسوأ واحد اللي هو الزد 80. هاي الارقام بدون ريشيوز، بدون اي العاب. الآن لو أخذنا الريسك 1 as the base وقسمنا الثانيين عليه، وأخذنا الصم وأخذنا الأفريج 13. ليش 13؟ يعني هذا خطأ مطبعي، لأنه هذول 11، هاي المفروض يكون أوكي. هلا هذا السطر مفروض إنه يكون يعني زايح لهون. أوكي، تطلعوش على الصم، اطلعوا على الأفريج. الأفريج للريسك 1 هو 1، والأفريج لزد 8002 هو 1.18%، وظلوا هذا أصغر شيء. لكن هل لاحظتوا في تغير؟ هل في تغير بالنتائج؟ يا ألا، شو رأيك؟ طبعا دكتور، صار عندنا الزي 8
8002 هو صار أكبر largest كود عنا مش ال يعني لما رجع نعم لما أخذنا relative code size والbase هو risk one بيّن إنه الزد 8002 أسوأ ب 18% أو الكود سايز تبعه أكبر ب 18%. فالكونكلوجن إنه مثل ما قلنا الزد 8002 has the largest code size and that is that it takes 18% more code than risk one. وفالريشو جيم مرة ثانية هون خلتنا إننا نتوصل لنتائج ونقلب الحقائق. لما كان الرو نمبرز أعطتنا إنه الريسك 1 هو أسوأ واحد من ناحية الكود سايز، لكن لما أخذنا الريليتيف صار أسوأ واحد هو الزد 8002. طيب هاي مقدمة، والآن نحكي عن أنواع الريشيو جيمز وكيف نعملهم. أول نوع يلي هو إن نختار appropriate ratio metric، يعني نلجأ للratio games. طبعاً نحن شفنا قبل شوي اللي هو relative، نلجأ للrelative إن نقسم شيء على شيء من نفس الوحدات. هلأ نحكي عن ratio games بإن نلاقي ratio metric جديد، وخلينا نطلع على هذا المثال. هذا المثال في عندك two networks A و B، وقسنا لهم الثروبوت والرسبونس، قسنا لهم الثروبوت وقسنا لهم الرسبونس. يا ديما مين أحسن A ولا B؟ هلأ دكتور، هلأ بالنسبة للثروبوت A أحسن من B، بس بالنسبة للريسبونس تايم تاع A أعلى من تاع B، فB أحسن من A. صحيح، يعني الثروبوت كل ما كان أعلى كل ما كان أفضل، والريسبونس كل ما كان أقل كل ما كان أفضل. فA أحسن من B بشيء بالثروبوت، وB أحسن من A بالريسبونس. هون البياعين ما بيعرفوا يبيعوا A ولا يعرفوا يبيعوا بي، لأنه يعني في إشي كويس وفي إشي في إشي عاطل. فممكن الواحد يخترع مترك جديد، يعني إحنا هاي أول مترك الثروبوت، وهاي تاني مترك يلي هو الريسبونس تايم. ممكن يفكروا المهندسين إنهم يخترعوا مترك جديد. طبعاً اللي قلنا إنه A is better و A is worse على الريسبونس تايم، بأنهم اخترعوا إشي جديد ثلاثة يلي هو الباور. والباور هو أنه يقسم الثروبوت على الريسبونس. فعشرة تقسيم اثنين خمسة، أربعة تقسيم واحد أربعة. هلأ إذا بطلنا نحكي عن التفاصيل بس صرنا نحكي عن الباور، والباور بلخص الثروبوت والريسبونس. حطينا الثروبوت بالبسط لأنه الهاير إز بيتر، وحطينا الريسبونس بالمقام لأنه لور إز بيتر. الثروبوت هاير إز بيتر حطيناه بالبسط، والريسبونس حطيناه بالمقام لأنه smaller is better. فكل ما حصلنا أرقام أعلى كل ما كان أفضل. الآن لو بطلنا نحكي عن هذول التفاصيل وبس استخدمنا الباور يلي بلخص الثروبوت والريسبونس، مين ببين أفضل؟ يا ألاء، يا ديما. يا ديما مش كنا نحكي مع ديما قبل شوي؟ دكتور، يعني بالنسبة إذا البرسبكتيف تاعي هلا الباور أي أحسن من بي لأنه الهاير إز بيتر. أوكي، فهون إذا نحن اخترعنا ريشيو مترك جديد يلي هو الباور، وعن طريقه قدرنا إنه نبين إنه A أحسن، لأنه لما نأخذ بعين الاعتبار الثروبوت والريسبونس A هو أحسن.
الباور A is better، بينما بالتفاصيل السابقة مرة أحسن ومرة أسوأ. ممكن أنه نلجأ للrelative performance enhancements، relative performance enhancements، وهذا راح أوضح لكم إياه بهذا المثال يلي بلوخد two floating point accelerators. هلأ نحن في عنا two alternatives، يعني بدنا نحسن الfloating point performance. ممكن أستخدم طريقة A وطريقة B. أوكي، هلأ إذا استخدمت طريقة A بدون طريقة A بكون البرفورمانس 2 ومعها بتحسن لأربعة. إذا استخدمت B بدون ما استخدم B البرفورمانس بكون 3 وبتحسن لخمسة. شو رأيك يا آلاء بالمقارنة هاي؟ دكتور هون مش واضحة بصراحة كيف يعني with without، بصراحة يعني هون قلبوا الموازين يعني أوكي. ما في يعني انت في عندك طريقة A، طريقة A طبقتها على برنامج X، فقبل ما اطبق طريقة A كان البرفورمانس فقط 2 وبعد تطبيقها صار 4، تحسن لأربعة. الطريقة الثانية طبقتها على برنامج ثاني اللي هو Y وكان البرفورمانس قبل 3 وارتفع لخمسة لما استخدمت B. هون ما في عندي بيس معين يعني أنا ما عندي بيس أقارن فيه. Exactly، ما في بيس نقارن فيه لأنه نحن A و B قاعدين منطبقهم على شغلات مختلفة. فهون واضح أنه في ثغرة والثغرة هاي لقطة هديمة. فلما يلجأ للrelative performance يلي هو نسبة performance مع acceleration إلى يعني هاي جاي من 4 على 2 وهاي جاي من 5 على 3. فبين مين بين أفضل؟ بين إنه A أفضل، صح ولا لا يا ديمة؟ دكتور صح، بيّن إنه إيه أفضل لأنه أعطاني relative performance improvement 2، لكن أنت لقطيها من البداية إنه أصلاً نحن قاعدين منجربهم على شغلات مختلفة فالمقارنة ما بتصح. فنحن incomparable bases we need to try both on the same machine. هون لو الواحد يعني شو وين الريشو جيم؟ الريشو جيم انه هاي هي الارقام الحقيقيه وهذا الوضع الحقيقي. اذا الواحد بده يعطي هذا بده يعطي كل بده يعطي هذا الرقم وهذا الرقم وهذا الرقم وهذا الرقم، لكن حتى يخفوا التفاصيل، حتى يخفوا أنه البداية مختلفة والنهاية مختلفة، بلجأوا ل relative performance enhancement. ولما يقولوا والله طريقتنا أعطت تحسن 2 بينما طريقة B أعطت تحسن 1.66% منبين أنه نحن أفضل، وهيك بنكون أخفينا الحقائق أنه A و B تم تجريبهم على شغلتين مختلفات. من الريشيو جيمز هي باستخدام البرسنتجز، والبرسنتجز هي ريشيوز، يعني البرسنتج هي ريشيو لإشي على إشي ضرب 100%. فالبرسنتجز هم ريشيو ريشيوز وفي ألعاب فيهم. تفضلي يا رحمة. دكتور بس السلايد اللي قبل مش المفروض يعملوا التجربة على نفس البرنامج مثلا X أو نفسه X؟ صحيح، يعني برضه على الجهتين هي إنه البرنامج غيره وحط مترك جديد. صحيح، يعني مفروض إنهم استخدموا A على X
وبرضه استخدموا بي على اكس حتى يقدروا يقارنوا بيناتهم. لكن لما جربوهم على شغلتين مختلفات، يعني جماعة A جربوا على المتوفر عندهم X وجماعة B جربوا على المتوفر اللي عندهم اللي هو Y، وهذول طلعوا نتائج وهذول طلعوا نتائج. فحتى يضحكوا جماعة A على الناس بلجأوا للريشيو of relative performance وبيحسبوا لهم وبيحسبوا لجماعة بي وبيبينوا انهم هم افضل. لكن في الواقع مثل ما قلتي انه هم قاعدين بيستخدموا الطريقة تاعتهم على شغلتين مختلفات على اكس وعلى واي. نيجي الان للبرسنتجز وراح نشوف مثال باستخدام التيستس تيستس اون تو سيستمز. في عندنا تو تيستس، تيست 1 وتيست 2، وهذول بيختلفوا عن بعضهم. اجينا جربناهم على السيستم الاولاني، جربنا تيست 1 300 مره وتيست 2 جربنا 50 مره. هذا شكله تيست صعب، هذا صعب لأنه الباس كان 60 ونسبة 60 ل 300 هي 20%. هلا تيست 2 لسه أصعب، من 50 تيست نجح 2 و 2 على 50 هي 4%. وإذا أخذنا الـ 62 تقسيم 350 بطلع 20.6%. صحيح هذا الحكي ولا لا؟ من إجت هذا الرقم؟ لو قسمنا 62 تقسيم 350 بطلع، لا مش هيك، مرة ثانية، 62 تقسيم 62 نجمعهم حتى نلاقي الأفريج، نجمعهم 62 زائد زائد 350. كيف اجت الستين؟ مين بيساعدني كيف اجت الستين وستة العشرين وستة بالعشرة؟ اثنين وستين تقسيم 350 13.7. طيب هاي بالأغلب weighted average، بس خلينا نشوف باقي المعطيات. system B برضو فحصوا التست على فحصوا السيستم تبعهم باستخدام تست كيس 1 و 2. هون جربوا فقط 32 والنجاح 8، ف 8 تقسيم 32 25%، الربع نجحوا. والتست الثاني كرروه 500 مرة، نجح عندهم 40 يلي هو 8%، ومجموع النجاحات هو 48 والتوتال تيست 532. هنا دكتور بتطلع صحيحة 9%. 9%. آه. يلي هي 48 تقسيم 532.
اوكي معناته هذا لازم يكون اوكي هذا لازم يكون 17 و7 بالعشرة والرقم الثاني نحسب ب 48 تقسيم 532 وتساوي 9%. أوكي مزبوط. فهذا الرقم هذا الرقم فيه خطأ. مين أفضل؟ هديل أنت معي صح ولا لا؟ دكتور معك. طيب هلا شو رأيك بالأرقام هاي؟ يعني هلا دكتور أنا شايفة إنه سيستم بي كان أحسن بال يعني بالنسبة للتست بالجهتين. أوكي صحيح. لكن نسبة الباس أعلى. لكن الأفرج تبعه أسوأ من من إيه مع إنه أفضل يعني على التست الأولاني 25% هون 20% وعلى التست الثاني هون 4% وهون 8% برضو الباس عنده أفضل. بس ليش الأفرج بيّن إنه A أفضل من B؟ ممكن دكتور لأنه نسبة التست كانت أكبر مثلاً بالنسبة لA. أوكي هلأ نسبة إيش؟ التست على A ممكن إنها كانت يعني؟ يس كانت أعلى. لا مش هذا السبب دكتور عدد الأشياء الباس فيه. هلأ السبب إنه هذول شوفوا بالحالتين هذا ون أسهل تست ون أسهل هون بنجحوا عليه 25% وهون بنجحوا عليه 20% واثنين أصعب هون بنجحوا عليه بس 4% وهون بنجحوا عليه 8%. فاللعبة اللي لعبوها جماعة A إنه التست السهل عملوه 300 مرة والصعب عملوه فقط 50 مرة. هذول المساكين التست الصعب السهل عملوه بس 32 مرة والتست الصعب عملوه 500 مرة. فمشان هيك انقلبت النتائج. واحد جاوب أسئلة كثيرة سهلة وواحد ثاني جاوب أسئلة كثيرة صعبة. فنتائجهم كانت مختلفة. فسيستم A بيّن أنه better overall لكن الحقيقة مختلفة. يعني إذا طلعنا على سيستم يعني هاي الرسمة بتعكس نفس الموجود بالجداول. تيست 1 A كان نجاحه 20% وبي كان نجاحه 25% فبي أفضل. وعلى تيست 2 هذا نجاحه 4% وهذا نجاحه 8% فهذا أفضل. لكن لما أخذنا التوتلز بيّن أنه A أفضل. أوكي. هون إيش المشكلة؟ المشكلة إنه أخذنا averages ل percentages وهذول percentages المقامات تاعونهم مختلفة. فلأنه المقامات تاعونهم مختلفة ولأنه واحد كثر من السهل والثاني كثر من الصعب طلعنا بنتائج مختلفة عن الحقيقة. في برضو يعني هذول المشهورات الريشيو جيمز المشهورات في أذر
misuses of percentages. مثلا انه الواحد يقول 1000 يعني يلجأ للبرسنتجز حتى يحكي عن البرفورمانس امبروفمنت. ومثلا لو في ناس بيقولوا ال 1000% نحن افضل ب 1000% بتبين انها افضل من 11 مره. فيعني هو يعني هو كيف جابوا هذا الحكي؟ في عندهم بيرفورمانس بتاعهم اور قسموه على البرفورمانس للبيس فطلع 11 الفاكتور 11 الفاكتور اوف ذير بيرفورمانس على البيس بيرفورمانس 11. هاي ال 11 بالعاده الناس بطرح منها واحد وبضربها ب 100% حتى يحولها لبرسنتج. ف 10 ضرب 100 بتصير 1000. فبعض مرات بلجأوا الناس لل percentages of improvement لأنه ال percentages مضروبات بمية فبتبين الأرقام أفضل. برضو ممكن إنهم لجأوا بال percentages حتى يخفوا ال small sample. يعني أنا مرة بأحد مشاريع التخرج في طالب بقول فحصنا أو أعطينا البرنامج تبعنا لعينة من المستخدمين و 80% قالوا إنه ممتاز و 20% قالوا إنه جيد جدا. لما دققت بالتفاصيل طلع هم فقط مختبرين باستخدام 5 زملاء لهم. 4 زملاء قالوا ممتاز وزميل قال جيد جدا. فهم يعني انك تفحص العينة تاعتك هي 5 أشخاص يفحصوا البرنامج هي عينة صغيرة جدا. فهم حاولوا انهم يخفوها بانهم يحطوا بالتقرير تبعهم نتائج الدراسة ونتائج الدراسة انه 80% بيقولوا ممتاز و 20% بيقولوا جيد جدا. اخفوا انه في الواقع ما في ناس كثير فحصوا البرنامج تبعهم. البيس بتساوي الانيشال سيلز مي كليم 400% ريدكشن ان برايسز وين بيس ايكوالز فاينل. يعني في ناس بيقولوا والله سعرنا قبل تساوي 100 دولار بعدين عملوا سيل نزلوا ل 25 دولار. قديش التخفيض؟ قديش التخفيض يا أسيل؟ 5. قديش السيلز اللي عملوه؟ دكتور هو قبل كان 100 دولار وبعد السيل صار 25 دولار. نعم. فبدي أقسم المية على 25. ما بصير تشتغلي هيك. يعني نحن دائما منحط الأساس منحط الأساس هو السعر قبل وحتى نشوف الريدكشن منطرح مية ناقص 25 فالجواب 75%.
فالتخفيض اللي عملوه 75%، بس 75% يقولوا سيلز 75% مش عاجبهم انهم يقولوا انه في سيلز 75% تخفيض 75%. فهم ايش لجؤوا؟ لجؤوا انهم لاخذوا السعر الاولاني ويقسموه على السعر النهائي ويضربوا ب 100%، فبيبين انه عندهم تخفيض 400%. طبعا هذا نونسنس، يعني شو تخفيض 400%؟ يعني انت اذا خفضت 100% معناته صار صفر سعره، صح ولا لا؟ لما شو يعني سيلز 100%؟ سيلز يعني اذا عمل سيلز 100% معناته عفاك من سعره، بس هم هون بدهم يبينوا لسه افضل من الحقيقه، فلجأوا لهاي المعادلة، إنه أخذوا سعر قبل السيلز والسعر بعد السيلز قسموهم على بعض وضربوا 100%، فطلع معاهم الريدكشن إن برايس 400%. ليش؟ لأنه حطوا الفاينل برايس بالمقام، حطوا الفاينل برايس اللي هو 25 بالمقام، بس بالصحيح انهم يحطوا بالمقام الـ initial price. اوكي، الان بنيجي للـ ratio games guidelines. تمام دكتور. يعني ايش الالعاب، ايش النصائح يلي نستخدمها حتى إن إذا بدنا نلجأ للريشو جيمز تبين وضعنا أفضل. أول شيء، if one system is better on all benchmarks، يعني إذا في عندك system A كان أفضل on all benchmarks، contradicting conclusions cannot be drawn by any ratio game technique. يعني نحن إذا تذكروا بأول مثال كان الموتورولا أفضل ببنشمارك والإنتل أفضل ببنشمارك، فقدرنا إن نوصل لcontradicting conclusions. لكن إذا كان one system هو أفضل بكل البنشماركس، ما بتقدر إنك توصل لإشي contradicting. يعني هون في عنا سيستم، هذا مثال آخر، إذا نسيتوا المثال الأولاني هي مثال ثاني. في عندك A و B والperformance هون نص، والperformance هون واحد، والperformance هون واحد، والperformance هون واحد ونص. فلو أخذنا الأفرجز كما هي بيبين إنه B أفضل. هل ممكن نوصل لcontradicting conclusion بهذا المثال يا أسيل؟ دكتور ممكن. لا مش ممكن، لأنه B دائما أفضل من A بالحالتين، فما تقدر توصلي لcontradicting conclusion. وهاي لو أخذنا A as base بعده B أفضل، وهاي إذا أخذنا B as base بعده B أكبر. يعني هون لأنه هون B أكبر من A وهون B أكبر من A، ما في حالات كويس وحالات عاطلة. فلو أخذنا الأرقام الأصلية B أكبر من A، لو لجأنا أنه A يكون البيس بيضله B أكبر من A، ولو أخذنا العكس B هو البيس بيضله B أكبر من A. لكن
even if one system is better than the other on all benchmarks, مثل ما شفنا قبل شوي, a better relative performance can be shown by selecting appropriate base. يعني هون في فروقات بين هذول الرقمين وهذول الرقمين وهذول الرقمين. يعني نرجع للآلة الحاسبة, الرقمين الأولانيات 1.25% تقسيم 0.75, واحد وهون النسبة بيناتهم 1.67%. هون طبعا واضحة انها 75 واحد وخمسة وسبعين, والأخير هو واحد تقسيم 0.58 بساوي 1.72%. فصح دائما B أكبر من A, لكن بعتمد إيش الريفرنس اللي أنت أخذته. هذا الرو, ولو لجأت ل B as a base بكون B بهذا المثال 72% أكبر, عفوا هون أفضل نتيجة لأنه هون 75% أفضل من أنك تستخدم B as a base. في شيء أسيل؟ أوكي. إذن اللي قاعدين نحكي, حتى لو كان one system is better than the other on all benchmarks, a better relative performance can be shown by selecting appropriate base. طب كيف نختار ال appropriate base؟ في قواعد؟ نعم. أوكي, هذا if the previous example system A is 40% better than system B using raw data. Okay, هلا هو حلها على أساس إنها execution time. System A is better. يعني إذا كانوا هذول مش performance execution times, فبالتالي A is better. إذا كانوا هذول الأرقام performance, بكون B is better. حليت لكم إياها على البرفورمانس, وهاي السلايد برضو بتحل لكم إياها لو كانت هاي الأرقام execution time. هلأ القاعدة الثالثة, if a system is better on some benchmarks and worse on others, contradicting conclusions can be drawn in some cases but not in all cases. مثل ما شفنا بأول مثال أعطيتكم إياه بهاي المحاضرة, if the performance metric is lower is better, مثل الـ execution time, lower is better, مثل الـ execution time, it is better to use your system as a base. طيب, أما إذا كان الـ performance metric is higher is better, مثل الـ performance, it is better to use your opponent as a base. نطبق هذا الحكي على المثال السابق. خلينا نفترض انه هذول الارقام هم higher is better, هذول performance, وهدفنا ان نوصل ونحن بي. ايش يا اسيل منختار؟ أي واحد من هذول بنختار؟ وشو هي القاعدة؟ إذا كان إحنا حكيت لنا إذا البرفورمانس, إذا بدي هير برفورمانس لنأخذ أعلى إشي. أوكي, هلا القاعدة اللي وقفنا عندها قبل شوي, إذا المتريك هو higher is better مثل performance, وكانت هاي الأرقام performance, حتى نتوصل لأحسن صورة, حتى نتوصل لأحسن صورة, بناخذ الأوبوننت A
يعني نحن بي والأوبوننت A بناخده as a base. لما ناخده as a base بطلع معانا بالريشو جيم الامبروفمنت تاعتنا أعلى من الحالات الثنتين الثانيات. و these benchmarks بعدين those benchmarks that perform better on your system should be elongated and those that perform worse should be shortened. وهذا بنحكي فيه هون عن النصيحة لهاي الحالة. يعني إذا أنت كنت A فكثر من الشغلات يلي بتجيب عليها performance كويس وقلل من التست كيسز يلي انت بتجيب عليهم performance واطي حتى يبين معاك الافريج افضل من الافريج للناس الثانيين. هذول الجايدلاينز. و دكتور بس هذول اصلا غلط انا استخدمهم صح بال كله هاي الراشيو ما بصير استخدمه صحيح. يعني هذول بلجأ لهم الواحد حتى يجمل الشيء. طبعا يعني نحن لما نحكي عن الاكسكيوشن تايم اليوزر بهمه التوتال تايم صح ولا لا؟ ما بهمه الافريج ما بهمه الريشيو. يعني نحن اذا مره ثانيه اذا كنا قاعدين بنحكي عن تايمز اكسكيوشن تايمز فبهم اليوزر انه يعرف الافريج او السم للإكسكيوشن تايمز أوفر أول بنشماركس. لجوء الواحد لريليتيف تايم وريشيو أوف تايمز هو نوع من الجيمز يلي بحاول فيها يلي بعملها يحسن النتائج عن الحقيقة أو يطلع بنتائج مختلفة. وهذا إذا الواحد عمله بمثلا رسالة الماجستير الصاحيين بيكتشفوها وبيهاجموا عليها أو بينتقدوا عليها. دكتور طب بس بشكل عام إحنا عملنا كتير شغلات تقسم رقم على رقم بشكل عام أنت بتحط البتر الهير إز بتر دائما في البسط؟ لا بس بحالة لما عملنا مترك جديد اسمه الباور حطينا الهاير از بيتر بالبسط وحطينا اللور از بيتر بالمقام. هي مش قاعدة عامة. عفوا. اوكي اذا نحن بنكون غطينا عن الريشو جيمز وكيف ممكن نعمل ريشو جيمز باختيار مترك جديد مثل الباور. كيف ممكن نعمل ريشو جيمز باستخدام ريليتيف بيرفورمانس انهانسمنتس وبرسنتجز واخذنا قواعد منها فور هاير از بيتر ماتريكس ات از بيتر تو يوز الاوبوننت از ا بيس واذا لوور از بيتر افضل ان ناخذ اور نمبرز از ا بيس. خلينا ناخذ هسه استراحه. اليوم موضوع مهم يلي هو summarizing major data. كثير من التجارب والابحاث والperformance evaluations يلي بنعملها بنعمل اكثر من تجربه ممكن نفس التجربه نعيدها اكثر من مره بظروف مختلفه او على workloads او test cases مختلفات. ف الكم الكبير من التجارب اللي بنعملها بالأغلب بنحتاج إن نلخصها بطرق مختلفة. فهذا هو موضوعنا مهم لكل باحث
يلي هو summarizing major data. خاصة تفضلي. أسف على المقاطعة. هلا هذا كمان راح يكون مع الريشيو جيم داخل معنا بالمنت. ما بجوز ما نخلصه اليوم، فبالتالي هذا الشابتر مش داخل. يعني الريشيو جيمز داخله، داتا مش داخل. تمام، شكرا دكتور، أسف على المقاطعة. يا هلا بك، يا هلا وسهلا. الموضوع هذا في راح نغطيه بأكثر تحت أكثر من موضوع. في عنا summarizing data by single number باستخدام شغلات مرقت عليكم من قبل لكن نستعرضها مرة ثانية، مثل الميد والميديان والمود، كل واحد بعرف شو هم. في برضو المينز الأنواع، في arithmetic mean وgeometric mean وharmonic mean. ممكن الارثمتك مين مرق معاكم، لكن البقية ممكن انهم يكونوا مرقوا او ما مرقوش معاكم، راح ندرسهم بالتفصيل وين نستخدمهم. بعدين راح نحكي how to find the mean of a ratio، يعني اذا كان الارقام يلي بتحاول تعملها summarization تلاقي الافرج تبعها، اذا كانت هاي الارقام ratio كيف اي نوع من المينز تستخدم. بعدين راح برضو نحكي عن summarizing variability dispersion، قديش في انتشار للداتا، وفي الرينج وفي الفاريانس مرقوا عليكم، وبجوز مرق عليكم البيرسنتايلز والكوارتايلز او ما مرقوش، فمنراجعهم كلياتهم. نبلش بال summarizing data by single number، وبتعرفوا هذول بالاغلب هم بالأغلب منلجأ لواحد من الـ indices of central tendencies. الـ indices يلي بتلاقي لنا وين السنتر، وهذا ممكن يتم عن طريق المين أو الميديان أو المود، ومنراجعهم مع بعض. الـ sample mean is obtained by taking the sum of all observations and dividing this sum by the number of observations in the sample. يعني بتاخذ مجموعهم، لنفترض انت عملت 50 تجربة، طلع معك 50 مثلا execution time، فبتاخذ مجموعهم وبتقسم على عددهم. هذا معروف وما في شيء جديد. السامبل ميديان هي القيمة المتوسطة يلي 50% من الحالات أقل منها، بتعرفوها. والمود كمان بتعرفوها، هي القيمة يلي هي القيمة الأكثر تكرار، أو يعني إذا كان في عندك هيستوغرام الفترة يلي هي أعلى شيء بتأخذ منتصفها، الفترة اللي فيها أكثر تكرار. بتعرفوا كمان إنه المين والميديان دائما موجودين، لكن المود ممكن يكون موجود وممكن ما يكون موجود، وهاي أمثلة. خلينا ناخذ بشرة، بينات عندك هذول الرسومات؟ دكتور ايش بتفهمي من ايه؟ من ايه؟ الميديان والمين والمود نفسهم كلهم. ليش؟ لانه هاي شكلها الرسم سيمتريك وفي قيمة اعلى اشي. اوكي، لأنها سيمتريك الميديان والمين نفس الشيء، وبرضه صدفة إنه نقطة المنتصف أعلى شيء. معك حق. طيب بي شو رأيك بي؟ بي بحكي إنه الميديان والمين بالنص بالمنتصف، لكن المودس الأعلى تكرار إجا هنا
صدفت حسب شكل الشاب إلى موقعين. بهاي الحالة بنقول إنه ما في مود. لما المود يكون له قيمتين ما في مود، أو أكثر من قيمة ما في مود. لأنه أكثر قيمة بتتكرر. ولنفس السبب المين والميديان هم بيساووا بعض لأنه سيمتريك. سيمتريك. طب سي. سي ميديان ومين برضو نفس الإشي لأنه سيمتريك، وما في مود لأنه أصلاً كل القيم نفس الإشي، نفس الهاي، نفس الارتفاع. ممتاز. فارم هذا ديستريبيوشن. أوكي. هلا دي شو بتقول عندي؟ دي الميديان بالنص، المين الأفرج جاي على اليمين، والمود اللي هي دائما أعلى إشي. أوكي. ليش فكرك المين متطرف وجاي على اليمين؟ بجوز الأفرج إن عدد القيم القليلة إذا عم باخد أكاونت يعني مجموع. أوكي. لأنه هدول يعني هذا الطير جزء بمتد لفترة طويلة، والقيم الكبيرة لما نحطها بالسميشن بتأثر، القيم الكبيرة جدا بتأثر على السميشن وبتخلي المين ينزاح باتجاهها. وبالنسبة لإي بالنسبة لإي العكس، نفس الرسم اللي تديه بس العكس، المود دائما أعلى إشي والميديان بالنص، والمين هون انعكس صار القيم القليلة كأنها أكتر. صح. مين إلها؟ صحيح. يعني برضو القيم المتطرفة بتخلي المين ينزاح، يعني إذا ما كان الديستريبيوشن سيمتريك ما بنطبق المين على الميديان، والمين بنزاح باتجاه القيم المتطرفة. هلأ إيش نستخدم ومتى نستخدم؟ متى نستخدم المين ومتى نستخدم الميديان ومتى نستخدم المود؟ بالكتاب في هاي الفلو شارت بقول لك إذا الداتا كاتيجوريكال بنستخدم المود، والكاتيجوري والمود هو الكاتيجوري اللي اكثر إشي موجود الاكثر تكرار. اذا مش كاتيجوريكال، اذا كان نيوميريك، بتسال هل التوتال از اوف انترست مثل الاكسكيوشن تايم، واذا التوتال اوف انترست لانه مجموع، يعني اذا كان عندك 10 بنش ماركس كل واحد له زمن، الصم تبعهم التوتال تبعهم هو توتال اكسكيوشن تايم، اذا التوتال له قيمه بهالحاله بنستخدم المين. بنسال حالنا اذا التوتال، اذا التوتال ما له قيمه مثل البرفورمانس، انت في عندك البرفورمانس لاكثر من حاله، المجموع البرفورم ما له قيمه، فبهاي الاكسكيوشن تايم، مجموع الاكسكيوشن تايمز لكل البنش ماركس بيعني التوتال تايم، بس مجموع البرفورمانسز لمالتيبل بنش ماركس ما له قيمه لانه ما بصير تجمع البرفورمانسز. فبهاي الحاله منروح للسؤال الأخير اللي هو هل الديستريبيوشن سكيود، وإذا كان نوت سكيود بنستخدم المين، إذا كان سكيود بنستخدم الميديان. فمعناه الاثنين المفروض أن نستخدم المين الميديان. وبالحالات الثانية ممكن أن نستخدم المين. اوكي هاي اخذنا. رحمه موجوده يا رحمه؟ نعم دكتور. رحمه ايش تستخدمي for the most used resource؟
هل تستخدم المين ولا الميديان ولا المود؟ يعني مثلا في عندك سيستم بتكون من سي بي يو وميموري وديسك واستخدمنا السي بي يو عدد معين من المرات والميموري عدد معين من المرات والديسك لانها كاتيجوري مش ارقام. نستخدم المود لانها كاتيجوريكال. طيب resources are categorical and hence mode must be used. Must be used. ما في غير هيك أصلاً. لأنه ما بتقدر تجمعيهم وتقسميهم. ال inter arrival time اللي هو الزمن بين one arrival وال arrival الثاني. إيش بنستخدم معه؟ يا رحمة. المين. نأخذ مثلاً زي اللي عملت لنا إياه الإكزامبل. نعم. مثلاً قسم التوتال تايم على مجموعهم. يعني التوتال تايم هو مجموع كل الانتر ارايفل تايمز، الزمن بين وان ارايفل وانذر ارايفل. فبما انه هذا تايم والمجموع از اوف انترست فبناخذ المين. بهذا المثال لود اوف اون ا كمبيوتر أعطيني أي جواب عندك، مش يعني اللي بخطر ببالك، مش بالضرورة يكون صح لأنه ما في معطيات كافية. الدكتور ممكن هاد نستخدم له الميديان. الميديان is preferable due to a highly skewed distribution، لأنه اللود على الكمبيوتر بكون بعض مرات قليل وبعض مرات وسط وبعض مرات بحالات نادرة كبير جدا. فلأنه سكيود يفضل أن نستخدم الميديان. Average configuration طبعا أوكي مرة ثانية يعني هذا ما في معلومات كافية، فخلينا نطلع على الجواب. Medians of number of devices, memory sizes, number of processors are generally used to specify the configuration due to the skewness of the distribution. يعني المعطيات مش كافية، ممكن ترجعوا للكتاب حتى تشوفوا المسألة بالضبط. الآن بنيجي على موضوع مهم يلي هو الناس بتلجأ بعض مرات لاستخدام المينز، لاستخدام الأفريجز، وبكون الاستخدام خاطئ. وراح أفرجيكم متى ممنوع أو إنك يعني شوفوا أنت رحت عملت تجربة وكررتها 50 مرة على 50 كيس، مش معقول تعمل الأرقام 50، بدك تلخصها مثلاً بالمين ولا الميديان ولا 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 المود. لكن في حالات ممنوع إنك تلجأ للأفريجز هذول المين والميديان والمود، وراح استعرضهم معكم. Using mean of significantly different values هذا استخدام خاطئ. وهذا مثال، يعني واحد مثل اللي بقول راتبي وراتب المدير 1000 دينار هون، أو دخلي ودخل المدير 505 دنانير. يعني هدول رقمين مختلفات جدا، ما بصير تلخصهم بالمين لأنه أنت أخفيت الفرق بيناتهم. مرة ثانية مثل اللي بقول أنا راتبي وراتب المدير 505 دنانير، أخفى الحقيقة إنه راتبه كثير أقل من راتب المدير. استخدام ثاني using mean without regard to the skewness of distribution، وهذا شفناه وحكت لنا عنه بشرة، إنه لما يكون في skewness نحن منلجأ للميديان ما منلجأ للمين. وهذا مثال، هذا مثال ثاني. يا لميس حشوفنا، يا منال
منال موجودة؟ موجودة دكتور. منال اطلع على الأرقام تاعت سيستم A وسيستم B. تمام. إيش بتعليقك عليها؟ هلا السميشن لكل أرقام سيستم A وأرقام سيستم B نفس الإشي. أوكي. المين أو الأفريج لهم برضو نفس الإشي رح يكون كون عددهم نفس الإشي. نعم. بس هاي تيبيكال هلا يعني مش عارفة شو قصدهم عنها. يعني تيبيكال إنه العشرة هي المود. وبينما هون الخمسة هي المود. هل لو لجأنا قلنا والله لخصنا المعلومات بأنه سيستم A وسيستم B لهم نفس المين عشرة وعشرة، هل لما نستخدم المين حتى نلخص وضع مثل هذا النوع صحيح ولا غير صحيح؟ لا مش صحيح دكتور، لأنه يعني ما أعطاني انطباع عن سيستم A وسيستم B مين الأحسن فيهم. نعم، يعني سيستم A على الأغلب بحدود عشرة، لكن سيستم B على الأغلب بحدود خمسة، لكن في حالة نادرة قد تكون أوتلاير حالة جاب الواحد ثلاثين، ممكن نعيدها مرة ثانية ما يجيب الواحد ثلاثين، فإن الأغلب رح يكون يعني قريب من الخمسة بسيستم B. يعني لو عندي أوتلاير بيكون قريب الخمسة، أما بسيستم A يعني جاي صح المين إنه عشرة أراوند العشرة. صحيح، فنحن بالمين أخفينا السكيونس، إذا في سكيونس ما منروح للمين، منروح للميديان. برضو من المسيوزز إن هذا خاطئ 100%، ما بصير إنه تلاقي المين أوف برودكت ما بصير تحسبه بأنك تضرب المين تبع X والمين بالمين تبع Y. هذا الحكي صحيح لو كان X و Y fully correlated، لكن ممكن ما يكون X و Y fully correlated، وبالتالي هاي الحسبة بأغلب الحالات ما بتكون صحيحة. يعني ما بصير نستخدم نضرب المينز ببعض حتى نطلع المين الاكسبكتد فاليو اوف ذا برودكت. وهذا مثال يعني ستريت فورورد ممكن انكم تطلعوا عليه. الحاله الاخرى اوفر وذ ديفرنت بيسز، وهذا شفنا بالريشيو جيمز، يعني ناس حسنوا على X وناس حسنوا على Y، فما بصير ناخذ الريشيو اوف ديفرنت بيسز. وهذا شفنا إشي بشابتر 11 ورد ورح نرجع له مره ثانيه. الان بنيجي ل يعني المين اللي بتعرفوه اللي هو الارثمتك مين، هيك رمزه، وهذا بنعرفه انه واحد على n ضرب مجموع القيم، مجموع القيم تقسيم عددهم، هذا هو الارثمتك مين. في الارثمتك مين يلي بنعرفه. الجيومتريك مين مرق عليه الجيومتريك مين؟ يرفع ايده. والله مرق عليكم الجيومتريك مين؟ في ناس رفع ايده ولا انا مش مبين عندي انه ولا ناس رفع ايده. اوكي، منال رفعت ايدها. طيب الجيومتريك مين هو من المينز المستخدمه وإلها تطبيقات ملائمه جدا إلها. منال وين مرق عليك الجيومتريك مين؟ بتذكر بالبروب بالاحتمالات اخذناها. اوكي، اخذتوا كمبيوتر اركيتكتشر؟ مين اخذ كمبيوتر اركيتكتشر؟ هلا بناخذها فيها برضو الجيومتريك مين. نعم، يعني مثلا سبيك بنش ماركس
تحسب باستخدام الجيومتريك مين اللي هو الاند ثروت للحاصل لضربهم. صحيح. الارثمتيك مين نحن بناخده يرمز له بالعاده اكس وفوقيها بار، الجيومتريك مين يرمز لها اكس وفوقيها نقطه، وهو حاصل ضرب القيم والجذر الانث روت تبعهم، فحاصل ضربهم وبناخذ الانث روت تبعهم. فالجيومتريك مين از يوزد، وهذا يستخدم في اكثر من استخدام، بس واحد من اهم استخداماته if the product of the observations is a quantity of interest. يعني الارثمتيك مين اذا حاصل جمعهم، مثل حاصل جمع الاكسكيوشن تايمز لمالتيبل بنش ماركس بيعطينا التوتال تايم، اذا حاصل الضرب قيمه لها معنى بنلجأ للجيومتريك مين. وخلينا ناخذ اكزامبل. اللي نفترض كان في عندي نتورك وكان بتتكون من سيفن لايرز، عملت performance improvements على السيفن لايرز بهذا الشكل. وفي عندك بروتوكول لايرز من 1 to 7 وحسنت عليهم بهذا المقدار، يعني حسنت على لاير 1 5%، على لاير 2 28%، وهكذا حتى نوصل تحسين 18% على لاير 7. بهاي الحالة استخدام الجيومتريك مين له معنى، لأنه التوتال امبروفمنت، التوتال امبروفمنت بتساوي حاصل ضرب الواحد، يعني بتضرب الواحد وخمسة بالمية ضرب واحد وثمانية وعشرين بالمية ضرب واحد وعشرة بالمية وهكذا حتى. فالتوتال امبروفمنت هي حاصل ضرب كل الامبروفمنت، وبالتالي لأنه التوتال امبروفمنت هي حاصل ضرب السبن امبروفمنت، ممكن ان نلجا ان نلخص هذول الامبروفمنتس باستخدام الجيومتريك مين. والجيومتريك مين ان ناخذ الارقام السبعه ونضربهم ببعض وناخذ الجذر السابع لهم لانه عددهم سبعه، بعدين اذا الواحد صحيح اللي هو الاصل ممكن انك تطرحه، بضل الجيومتريك مين لل17 قيمه هاي هو 13. هذا استخدام. برضو another exam، cash hit ratios over several levels of caches، يعني إذا one cache عليه 90%، الثاني 95%، الثالث 99%، قديش التوتال؟ ممكن إنك تضرب الـ ratios مع بعض، فبهاي الحالة بهاي الحالة الجيومتريك مين ملائم حتى نوصف multiple levels of caches. نفس الشيء بالنسبة للmiss ratio، percentage performance improvement between successive versions، يعني هي بتشبه هذا المثال انه multiple layer، كل layer شو عملت improvement. لو كان في عنا تحسين عندهم، مثلا عندك برنامج حسنت عليه اول مرة 20% بفيرجن 1، بفيرجن 2 حسنت عليه كمان 25%، بعدين بفيرجن 3 حسنت عليه كمان 15%، قديش الاوفر اول او لخص الامبروفمنت. فبهاي الحاله ممكن تلجأ للجيومتريك مين. دكتور تفضل. ايش الموضوع انه الواحد كل مرة بنقصه، ولما ناخذ اشي قيمة بالمية بحطه 1.18 انه اهدف منه؟ اوكي، لانه هاي الارقام اصلا، هاي الارقام اجت من البرفورمانس القديم تقسيم البرفورمانس الجديد تقسيم البرفورمانس القديم، فبطلع 1.18. بالعادة الواحد الصحيح بطرحه بضل 18%
تتحول بحولوها لنسبة مئوية بأنهم يضربوا بمية بالمية. فهذه 18% إجت من البرفورمانس الجديد تقسيم البرفورمانس القديم ناقص 1 ضرب 100%. فهدول البرفورمانس إمبروفمنتس هدول لزيادة عن الواحد صحيح بالنسب المئوية. فالأصل هذا الرقم هو 1 و18%. فبشان هيك رجعته لأصله ضفت له الواحد وضربتهم مع بعض وأخذت الجذر السابع لهم. برضو الأفرج إيرور ريت بير هب، يعني من هب لهب في عندك سم أفرج إيرور ريت. إذا بدك تأخذ التوتال إيرور ريت بتضربهم بعضهم، وبالتالي ممكن نلجأ للجيومتريك مين حتى نلاقي الجيومتريك مين أو الأفرج of the error rates لكل الهبس. الآن بنيجي لموضوع آخر يلي هو جيومتريك مين of ratios. جيومتريك مين of ratios يعني القيم قد تكون فيها بسط ومقام. رحمة في إشي ولا إيدك بعدها مرفوعة؟ الآن geometric mean over ratios of ratios يعني في عندك القراءة الأولى يلي هي a ratio ratio x1 والقراءة الثانية another ratio حتى نوصل ل n. ف الجيومتريك مين هو انك تاخذ x1 على y1 ضرب x2 على y2 ضرب حتى نوصل ل xn على yn. هلا هذول كلياتهم ممكن انك تحطهم بمقام واحد، واللي فوق ممكن انك تحطهم ببسط واحد. فبالتالي هذا بصير جذر ال n للاكسز تقسيم جذر ال n للوايز. وبالتالي الجيومتريك مين اوف ريشوز بالاشتقاق الحسابي بيطلع معك انه بيساوي الجيومتريك مين للقيم البسط مضروب ببعضها والجيومتريك مين لقيم المقام مضروب ببعضها. وهذا مكتوب هون the geometric mean of a ratio is the ratio of geometric means يعني قسمة الجيومتريك مين للنيوميريتر وتقسيم الجيومتريك مين للدينوميناتر مثل ما هو موجود هون. وطبعا هذا ممكن انك تبين انه يعني يساوي 1 على مقلوب الجيومتريك مين للعكس y1 على x1 x على y. The choice of base does not change the conclusion. يعني هذا جاي من إذا تذكروا السبيك بنشماركس. السبيك بنشماركس بلاخدوا الجيومتريك مين للبرفورمانس. يعني نفترض كان في عندك 21 بنشمارك، فبتاخد التايم للبيس ماشين على البنشمارك الأولاني تقسيم الـ your time على البنشمارك الأولاني وتضربهم. بتكرر هذا الحكي حتى توصل للبنشمارك 21 التايم على الـ على البيس ماشين تقسيم التايم على الماشين تاعتك. يلي بحكي هذا ليش جماعة سبيك
بفضلوا انهم يستخدموا الجيومتريك مين وبيستخدموا فعلا الجيومتريك مين حتى يحسبوا البنش مارك، لانه قيم بي ما بتاثر على المقارنه بين وان سيستم بي بهاي الحاله هو البيس هو الريفرنس ماشين، ما بياثر على المقارنه بين سيستم وانذر سيستم. يعني انت لو كان في عندك انذر سيستم ولك هذا الجيومتريك مين لا قيم البي على A، لو كان في عندك another benchmark لا another system وليكن B على C، لما تيجي بدك تقارن A مع B بتحط الجيومتريك مين لA اللي هو جيومتريك مين للريشوز بي على A حتى نقارنه مع الجيومتريك مين لبي على C، لأنه هذا حسب المعطيات اللي هون حسب هاي المعادلة بساوي الجيومتريك مين لبي تقسيم الجيومتريك مين لA تقسيم الجيومتريك مين لبي على الجيومتريك مين لسي. فبهاي الحالة بي بقيمه ما بتأثر علينا فبروح مع بعض. فالمقارنة بين two systems بالجيومتريك مين بين system A و system C ما بيعتمد على الريفرنس أو البيس ماشيني اللي نحن مستخدمينها. وفعلا جماعة السبيك بنشماركس هم في عندهم some reference machine أنا مسميها هون بي، وهي هي كمبيوتر قديم اختاروا وعملوا وجدوا الأرقام عليه، ولما واحد يحسب السبيك بنشمارك للجهاز تبعه مثل A أو C بكون ratio B على A. It is because of this property مثل ما قلت لكم sometimes geometric mean is recommended for ratios وجماعة السبيك بيستخدموا geometric mean. الآن بنيجي للهارمونيك مين، فنحن نعرف الاكس بار اللي هو الارثمتيك مين والجيومتريك يلي يرمز له بإكس دوت، والهارمونيك مين هسه اللي قاعدين نتعرف عليه هو يرمز له بإكس دوت دوت هارمونيك مين، وهذا يحسب تقريبا عكس إكس، بدل ما نقسم على إن منضرب بإن، وبدل ما نجمع القيم منجمع الانفرس تاعونهم ومنحطهم بالمقام. وهذا used whenever an arithmetic mean can be justified for 1 over x، يعني إذا مجموع هذول أو الأفرج تبعهم مجموع هاي القيم أو أو الأفرج تبعها إله قيمة، بهاي الحالة ممكن إن نلجأ للهارمونيك مين. وهذا مثال elapsed time of a benchmark on a processor. خلينا نأخذ باقي المعطيات. في نفس البنشمارك نفذوا على بروسيسور وكرروا repetitions كرروا n repetitions وبالith repetition the benchmarks takes يعني من تجربة لتجربة الزمن بتغير وقيمته ti. Now suppose the benchmark has m million instructions، يعني البنشمارك هذا البرنامج اللي قاعدين من نفذه أكثر من مرة
بتكون من M مليون instruction. فالمبس يلي هو مليون instructions per second يحسب الإكسات هذول, يحسب بأن نقسم الM يلي هو عدد الانستركشنز بالمليون تقسيم الزمن لتنفيذ هذول الانستركشنز. فإكسز بهاي الحالة هي ratio of instructions على execution time. T's هم should be summarized using arithmetic mean. بما أنه T's هم الزمن, we can summarize them by mean since the sum of the T's has a physical meaning يلي هو execution time. بشان هيك X's should be summarized using harmonic mean since the sum of 1 over X's has a physical meaning يلي هو الزمن مضروب بعدد الانستركشنز. البرفورمانس ان MIPS in millions of instructions per second بتلجأ للهارمونيك مين. الآن من نجاوب على كيف نلاقي, يعني كيف نلاقي المين لريشو. الأمثلة اللي شفناها جبنا سيرة المين وكان في ريشوز, بس الآن بدنا نطلع بقواعد كيف شو المين الملائم يلي نستخدمه مع الريشوز. يعني مع الريشو نستخدم الهارمونيك ولا نستخدم الجيومتريك ولا نستخدم الإشي تاني مثل الأريثمتيك. ونحن شفنا أمثلة قبل شوي استخدمنا مع الريشيو يلي هو instructions على time, استخدمنا مع الهارمونيك مين. وقبلي شفنا ريشيو ثانية يلي هو relative performance استخدمنا مع geometric mean. مثلا نستخدم هاي ومثلا نستخدم هاي. هلا في قواعد وفي تفرعات إلها. راح أعطيكم القاعدة الأولى. If the sum of numerators and the sum of denominators, يعني البسط والمقام, both have a physical meaning, the average of the ratio is the ratio of the averages بهذا الشكل. يعني بدك تلاقي الaverage لratios. القاعدة هاي بتقول إنه إذا the sum of the numerator وإلو if the sum of the numerators and the sum both have physical meaning, هذا إلو قيمة وهذا إلو قيمة, نلجأ لأن نلاقي الأفرج للراتيوز بأن نقسم الراتيو تاع إيه, تقسيم الراتيو تبع مين. خلينا نأخذ مثال CPU utilization. هون في measurement duration, يعني في تجربة أخذت 1 second 1 second 1 second 1 second وآخر تجربة أخذت 100. الـ CPU busy time كان 45%, 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
إجا من CPU busy time على total time لهذه التجربة، صح؟
صح. فهذا الريشيو مثلا اجى من انه من a total of 100 second ال CPU كانت busy 20%. اوكي هلا قديش مجموعهم هذول؟ قديش مجموعهم؟ 45 و45 90 و90 128 200. هل بصير انه نقول الافرج تبعهم هو 200 تقسيم 5 يساوي 40%؟ هل هذا استخدام صحيح؟ شو رايك يا ذكريات؟ ما اتوقع انه صحيح دكتور، لانه ما بين لي يعني شيء معين اني عشان اطلع الافرج لهم، يعني ما اعطاني شيء كافي عشان ابين انه هذا هو الافرج لهم. اوكي هلا هذا يعني هون استخدام غير ملائم، وواضح غير ملائم، لانه يعني هاي ال 20% زمنها اكثر بكثير من هذول. فإن نلجأ للمين منكون يعني أهملنا هاي المعلومة. لكن اليوتيلايزيشن مثل ما قلت لكم، المقام هو الزمن الكلي، والبسط هو الزمن يلي السي بي يو بتكون بيزي. فحاصل جمع يعني البسط هذا 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 قديش؟ 45 على 1 صحيح. هذول حاصل جمع كل الأرقام اللي على البسط إلها معنى، وحاصل جمع كل الأرقام اللي على المقام إلها معنى، لأنه التوتال إكسبرمنت أخذت 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 زائد 100، والسي بي يو هي كانت بيزي، السي بي يو كانت بيزي 45% زائد 45% زائد 45% زائد 45% زائد 45% زائد. فالمقام حتى نعمل نعطي الأفرج للسي بي يوتيلايزيشن، مفروض إن ناخد الأفرج للسي بي يو تايم تقسيم الـ average للـ total time. وهذا هذا المثال. فالمين للـ CPU utilization بنحسبه أن ناخد sum of the CPU busy times يلي هم 45% زائد 20 تقسيم الـ total times، وهذا إذا بتجمعهم وبتقسمهم على بعض بيطلع 21%. فال 21% في الواقع هي معبرة أكثر من ال 40%. ال 40% عكست رقم قريب من ال 45%، واللي هو الحالات النادرة اللي ما أخذت زمن طويل. لكن هون ال 20% قريب من ال utilization للحالة اللي امتدت على أطول فترة زمنية. فل 100 سكند كان السي بي يو يوتيلايزيشن فقط 20%، فالافرج هو 21 مش 40. ريشوز كانت اولويز بي سمرايزد باي جيومتريك مين، وهاي حاله كيف انه نلجا لهذا السم. طبعا السم هو نفسه الافرج، يعني لو لأنهم عدد القيم هي 5 n تساوي 5، فالأفرج بالبسط والأفرج بالمقام بروح ال n مع ال n، بيضل عندك الصم بالبسط والصم بالمقام. geometric mean of utilization is useless. وبهاي الحالة هذا مثال على الحالة الرقم 1 يلي هي إذا كان الصم
of the numerators will sum of the denominators إلهم معنى. فبهاي الحالة بتلاقي الأفريج بأنك تقسم المين تبع البسط على المين تبع المقام. هاي أول قاعدة. Special cases. If the denominator is a constant and the sum of numerator has a physical meaning, the arithmetic mean of the ratios can be used. نشوف مثال. يعني المقام هم نحن نقسم A's على B's. لكن إذا دائما المقام هي رقم ثابت ويساوي B فبهاي الحالة نلجأ للأرثمتك مين. فالأفريج لريشوز المقام بتغير، عفوا البسط بتغير لكن المقام ثابت، منلجأ للأرثمتك مين، منطلع بي برا وكأننا مناخد A بار تقسيم B. نشوف مثال. المين resource utilization. اوكي ما في حساب اشرح لكم اياه كيف انه بحاله المين ريسورس يوتيلايزيشن بنلجأ للارثمتك مين. لنفترض كان في عندك سي بي يو وكان في عندك ميموري، خليهم اثنين بكفي اثنين. هلا السي بي يو كانت يوتيلايزد 50%، الميموري كانت يوتيلايزد 25%، ربع. لنفترض انه التوتال تايم كان 100، التوتال تايم كان 100 معناته هون هاي كانت بيزي 50% وهاي بيزي 25%، مشان هيك اليوتيلايزيشن للسي بي يو هو 50% واليوتيلايزيشن للميموري 25%. لانه الرقمين يعني الريسورس يوتيلايزيشن بهاي الحاله للديفرنت ريسورسز اللي هم السي بي يو والميموري لهم نفس التوتال تايم، نفس فتره المراقبه اللي هي بهذا المثال 100 سكند، فبهاي الحالة الـ resource utilization هو نسبة رقم على رقم ثابت اللي هو 100. وبهاي الحالة ممكن إنك تعبر عن الـ utilization بإنك تأخذ الـ average لـ 50 زائد 25 تقسيم 2 بطلع 37.5 وبتقسم على بي اللي هو 100 بيطلع عندك 37.5%. فهون استخدمنا هذا المثال اللي بنستخدم فيه الارثمتك مين، مع انه اليوتيلايزيشن هم ريشوز، ريشوز بين على التوتال تايم بحالة سي بي يو وحالة الميموري. فبهاي الحالة ممكن ان نلخص اليوتيلايزيشن بالارثمتك مين. الحالة الثانية if the sum، العكس الآن، if the sum of the denominators has a physical meaning and the numerators are constant then a harmonic mean of the ratio should be used to summarize them.
يعني العكس الآن الـ is هم اللي ثابتات وإلهم قيمة تساوي A. فبهالحالة الأفرج بنستخدم في الهارمونيك مين، والهارمونيك مين هو عددهم تقسيم المعكوس، والمعكوس هو يعني هم بالأصل A على B، بناخد B على A. فالـ A's بنطلعهم عامل مشترك، ومقام المقام بصير بسط، فبصير عندنا N في A تقسيم مجموعهم. فبهالحالة إذا مجموع الـ B's إله معنى، بهالحالة منلجأ للهارمونيك مين. ونشوف مثال، في مثال إن شاء الله. الميبس using the same benchmark هي موجودة هون ولا لا؟ هاي حالة ثانية. ميبس using the same benchmark، يعني لما نحسب الميبس، وهذا مرق علينا بسلايد سابقة، لما نحسب الميبس بكون في عدد الانستركشنز وليكن M أو A، وهذا من run من محاولة لمحاولة، هذا الرقم ثابت لكن الزمن بتغير. فto summarize الميبس of multiple trials، بما أنه البنشمارك نفسه والبسط ثابت، فبهاي الحالة منلجأ للهارمونيك مين، بالضبط مثل المثال اللي شفناه قبل كم سلايد. الحالات الثانية يعني انتهى وقت المحاضرة، والحالات الثانية منغطيها إن شاء الله بالمحاضرة القادمة. فنحن وصلنا لسلايد 18. في إشي؟ تفضل يا رحمة. دكتور الفيزيكال مينينج يعني أصلا بتغير مش كونستنت؟ الفيزيكال مينينج إنه مجموع القيم إلها معنى، وبالمبس مجموع المقام يلي هو مجموع يلي هو حاصل جمع time needed for every trial هو total time for all trials، بما أنه المجموع تبع المقامات له قيمة يلي هو total time، بهالحالة منلجأ للهارمونيك مين. تمام دكتور. هلا احنا معنا الماده للريشيو جيمز داخله، الريشيو جيمز داخله بس تشابتر 12 يلي هسه قاعد بشرح فيه مش داخل. تمام دكتور، لو سمحت بس ممكن لما تحط التست اللي بدنا نعمل عليه تبع الامتحان، ممكن بس تحط لنا سؤال واحد على ماده المنهجيه نشوف كيف الطريقه ان شاء الله. ماشي على بركة الله. من إلى اللقاء يوم السبت الساعة 4. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم. طبعا يوم السبت بتدخلوا على منصة الامتحان فورا بالبداية، بعدين منيجي على بس نخلص الامتحان، بكون في استراحة بعديها المحاضرة، والتفاصيل بعلن لكم إياها على تيمز. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم، شكرا وتصبحوا على خير.